كما هو موضح عندكم في الصورة حاملات المصاحف، حاملات المصاحف النوع الكبير هذا، مش النوع الصغير، لأنه النوع الصغير يا جماعة الخير مثل هذا منتشر كثير في المساجد، لكن هذا النوع الكبير مش منتشر كثير في المساجد، وحقيقة وجدت عليه إقبال كبير عندنا في الجامع. عندنا هذا واحد في الزاوية، وعندنا اثنين هذا في الزاوية، وعندنا هذا ثلاثة في الزاوية. تخيلوا أقل واحد منهم يقرأ عليه 5 أشخاص. تخيل لو أنت خذيت لك واحد هذا من النجار تفصيل، لأن التفصيل أرخص أتوقع، يمكن 7 ريال 10 ريال بالكثير. تخيل لو خذيت لك واحد من هذا وخليته عندك في المسجد، عندك مسجد في مسجدين في المنطقة، خلي في كل مسجد واحد في الزاوية وخلي عنده كرسي. تخيل لو قرأ فيه في اليوم 5 أشخاص في ميزان حسناتك، في الأسبوع كم أشخاص، في الشهر كم، في السنة كم أجر الخير، أجر قاري. فكرة بسيطة ومبلغ رمزي، وتقبل الله منا.